والسلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا، ويلكم باك إلى مرة ثانية، حلقة جديدة من فاكتوريو. آخر مرة إذا تذكرون الحلقة الجديدة، نحن شو سوينا؟ سوينا روبوتات اللوجستية. هالحلقة أبغى أعدل النظام اللوجستي كامل، يعني أبغى أرويكم ولا تعرفه بالأحرى عن النظام اللوجستي، يعني بيكون شوي غير، بيكون نشوف النظام اللوجستي كيف يشتغل. فأبغى أجيب بلو برنت في بداية الحلقة، أبغى أرايكم كيف النظام نفسه اللوجستي يشتغل. ها ما كانت فكرة ناجحة. لحظة، خلنا نشيل هذا من هني ونرفعه هني. أبغى نفس المكان الإنتاجية تكون صدق. أبغى نفس المكان. إن شاء الله على تضبط. أشوي ما باين الشبلي في الخط. زين، عايز تو عندي مكان صح؟ أوكي، خلنا أشوف إذا أقدر أنسخ اللي فوق، بعد بيكون ممتاز أكثر. نشوفوا، نبي لنا بلو برنت، نيو بلو برنت، بننسخ هذا كامل كاملا كاملة. اوكي اوكي، مية مية. الله يستوي مكانه والله. انا ما بالحبل اللي تحت، انا الصراحة ما بلي تحت، فبراية بيكون كيف ترتيبه هذا. ما يصير وين ذهب، اين ذهب، اين ذهب. زين، ممكن اسوي هذا اصلا، اسوي هذا واحط واحد ثاني وراه واشبكهم عقب. هذا واحد ثاني يركب وراء، دايركت يركب وراء، دايركت. حلو، أباكم يشوفون شو راح يسوي. بسير الحين، ما بسير مكان، بسير هذا يبغى الانتاج. أنا يمكن استعجلت شوي في الانتاج، لكن للحين ترى ما حطينا كل شيء في النظام اللوجستي. يعني يبغى ننتج من كل شيء تقريبا أساس نبني فيه في النظام اللوجستي، على أساس الحين شو يسوي. خلاص ما نقعد نستهلك وقتنا كله في التصميم، لا، نقعد نحن نصمم ونسوي، ويوم ننفذ النيبة منو الروبوتات يسوون هالكلام كله. اوكي يلا، تبغى اي بنون؟ الفكرة واضحة اظني اصلا، الفكرة مش غير واضحة. هذا اكتشفت انه واقف طالع فوق توه، ما قاعد ينتج. شو عندي هذا؟ انرجي اكيموليتر، هذا حق النظام السولر بيكون حلو. لكن في وايد شغلات انا ما حطيتها في النظام، الشغلات الاساسية اللي نبي فيها. مثلا هذا لابد يكون لي لاين واحطي فيه هذا، فاسمبلينج ماشين يباله ايرون اضافة الى الكترونيك سيركت. ممكن احطيها اضيف الهايل. لحظة، شي يباله هذا، يباله اسمبلينج ماشين وجير والكترونيك. حلو، وبعد وبليت، يعني يباله نفس اللي هذا اللي يبونه. فشو بسوي؟ زين، ما نحتاج هاي، كل واحد عنده 50 انسرتر على فكرة. انا مسوينهم بحيث انه شو يسوون، هاي نشب ليش. اوكي شكرا. مسير ريسيرش باور عندي حلو الصراحة، يعني بعدين ما بيكون ريسيرش، بيكون انتاج اسلحة اكثر من ريسيرش بعدين. لكن هاثنين ما بيكفون، بكبرهم. وخليت المكان هذا على اساس اني اقدر اكبرهم. هذا يبغى له ثلاث شغلات صح؟
فنسوي له اثنين من هذا على اساس ننتج منه assembling machine. وهذا يبغى نفس الشغلات ما عاد شو موضوع ثاني خبركم انا كيف. اوكي شكلها مو بكبرهم قريب. زين ليش نسي؟ ليش لحظة مضيق على عمري انا والدنيا وسيعة ترى تخيلوا. ها كله بينحط في نظام اللوجستي. هني لو تشوفون انا حاط انسيرترز في نظام اللوجستي كامل على اساس شو الفهمه مستهلكة. هني بسوي الماشينز مالي مالي نمد لين اخر شيء. اوكي وشو نسوي؟ نحط الاثنين وين وين هني. يمكن يحتاج كهرباء. بسوي خط انتاج كبلات كهرباء. ترى الحين شو العمليه اللي تستوي حاليا؟ العمليه اللي تستوي حاليا نحن نبدا ننتج الشغلات هاي من اول وجديد. ليش؟ على اساس انسرترز بحتاج انا هاي يمكن بخليهم عندي بلو برنتس فيهن. ترى على فكره يعني عندي بلو برنتس فيهن. فشو بسوي؟ وحده بتروح لهني وحده بتكون خلي فيها 50 حبه. اوكي وتروح لين يشيلها راعي صندوق الثاني. خلونا نوازن المكان لانه بحتاج ميزانيه للمكان. اوازن المكان زين. اشيله يعقف الخط هذا. اوكي مو هذا الخط طبعا راح نستغني عنه. راح نحوله لاندر جراوند. اوكي وهذا وين راح يجي؟ هذا راح يجي دايركتني. وهذا انتاجه راح يكون في الصندوق. الصندوق اللي جستي هني بس بيشيل 50 من هذا الانسيرتر. هو بنحط اثنين غيره من هذيلا حق انتاج منه. يعني الحين هذيل بنبدا ننتج فيهن يا اصدقائي. هذا زين وبيونك لين هني. واللونج ارم من راح يجيب لي هذا لين هني. والباقي المواد اللي بنحط كهرباء ثانيه وباقي المواد راح نجيبها من وين؟ اللي هو هني. هو شو يحتاج هذا اصلا؟ ايوه كل شيء موجود. يحتاج اربع شغلات واللي بالضبط انا ما اقدر اسويه. لحظة اربع شغلات تكفي يسوي. اوكي ممتاز. شلهن بيبدا شيء يسوي فيهن ينتج. الانتاج هذا نفسه نحطيه في صندوق في 50 بس. ليش الحصة هاي كلها؟ عساس انه شو يسوي؟ يدخل لي الاثنين في النظام اللوجستي مالي اللي انا قاعد الحين استعمل النظام هذا. فعساس نسوي هالشيء هذا محتاجين نظام بالطريقة هاي. اوكي هذا ما له داعي. انتو تقدرون تيون وين؟ ما بحتاجكم خلاص. انتو تقدرون تيون هني ما عندي مشكلة وياكم. انتو وايد عندي زيادة مباها. اوكي الحين محتاج ازيد انتاج منو الحديد اللي جاي لهني. الصراحة قام استهلاكي يصير خرافي من كثر ما فصلته. يمكن اجيب له خط ثاني لحظة. كان هذا الخط بكبره الغي لان عندي انا حديد هني انتاجه اكثر من كفاية. وتو وسعوا لي يا الجماعة بنوا لي اشوفوا كله مبناي. بس الشيء الوحيد اللي ما سويته اني انا شو اوصله بس. لكن هذا ستيل على فكرة مزي. نحتاج متل. اوكي المتل بينا من هني لي وين؟ هناك. والله مسافة طيبة على فكرة. اوريدي هذا سبلتد ونس.
Should I split it twice? أقدر أجيبه من فوق هني. أنا ممكن أجيبه. أسوي سبلتر هني. خلنا أطلب بيلتس أندر جراوند. مشكلة. بنجيبه من هني لين وين؟ هذا اصلا مكانه مش اوكي ابدا. الحين قمنا نطلب سامان على فكرة. خلاص جيج يعني. هذا هني. بيكون. مش يعني خلنا نسوي مرتب اكثر والجماعة ما يقصروا بيجيبوا لي الكل اللي ابغاه. من هني وهذا نعدم المكان هذا شوي لين هني مرة بمد من الوسط مو متفاهم معه. اوكي استوى عندنا هني دعم للخط هذا ان هذا سبلتر راح يدعم المكان هذا مال ريسيرش وراح يدعم المكان هذا في نفس الوقت فراح يكون ممتاز. الحين شو ابا؟ ابا الليتات هاي انتجها. ابا ستيل وكوبر بليت بس ما يبالي شيء. كوبر بليت موجود عندي. صور يمكن حتى بكثرة الكوبر بليت موجود. ما حد يستهلكه يعني. فاللي محتاج اسوي سبليت حق اي لاين هني. كوبر بليت. اندر جراوند شعور جميل واحد اي وما يحاتي شو اخبركم ما يحاتي. اوكي لحد انقطعت عنه الكهرباء ما تصور. تعال تمر من هني. هذا النظام اللوجستي الواحد في حد قطع لنا كهرباء؟ لا. اوكي. هذا كله على اساس يجهز المكان تحت على فكرة. هني لحظة انزين هاك شو كنا بنسوي نحن هذا صح سيل هذا بنحتاج اثنين من هايل بس وايد بعد شو اثنين اوفر يعني مش شوية ترى ما قاعدين ننتج شيء خرافي نحن يعني على اساس انه نسوي اكثر. اوكي هذا بيكون هني. احس اني يمكن جبت العيد لكن عادي مو مشكله مش يمكن جبت العيد انا ضيقت المكان اخر ضيقه. فشو بسوي المكان غصب هذا بغيت اكبر الانتاج عقب اكبر بس صعب احتاج اكثر حق يعني الكتر كيبل
صراحة صعب اني احتاج اكثر، بيكون جدا صعب. اصلا كل الانتاج اللي بنتجه هذا زين. احنا نظام اللوجستي عندنا ترى مش مشبوكة، كل واحد يشيل 5، هذا نبغى اخلي 20 on the time. الحين ها مش مشبوك النظام اللوجستي المكان هذا اصلا، فانا شو بسوي؟ خلي النظام اللوجستي مشبوك بالطريقة هاي، يكون اذا يبغوا يشلون شيء. شوفوا الحين ما بيمشون مكان بعيد، خلينا نمشيهم اماكن بعيدة. اوكي مشبوكين، بيون لينا هني بيشلون العمدان هاي. ارجع لنا 18 عمود. اوكي وعندنا وايد ترى نحن نربطها على الاغلب. نيد اوبجكتس، تشوفوا محتاجين لونج انسيرترز، محتاجين ليتات. لونج انسيرترز يبالي انسيرتر نفس السمانة اللي هني كلها، يبالي انسيرتر وايرون بليت وش اسمه ويل هذا. بس هذا كيف بنزله من هني؟ هني الخطة من البوزيشننج مالي بيلعوزني. انا شو بسوي؟ بشيل هذا من هني، حطيه هني، بجلب هذا هني. اوكي بسوي شيء حق انتاج الجيرز على فكرة الحين، بزيده هذا أنا. مو مشكلة. ويبا انسيرتر وبليت وشو براغي يعني. حطينا وين هذا؟ ما ينفعنا لا نبوكي، نبو واحد من هايل مسكة هذا المكان تقريبا. اوكي ونيب واحد من القدام زي بيشيل من هني مكان ثاني على اساس ما يضغط على ذاك الخط، لان في اوريدي سبريتنج قاعد يستوي. انا شو ابى اسوي؟ ابى ما اضغط على الخط، هذا موضوع ثاني. ان الواحد يحاول انه ما يضغط الخط قدر الامكان. بس شو العله؟ يكون عندي 3 انسيرترز. اوكي ان حط كهربا 1 اوت 2 لوجيستيك، طبعا بوكس اكيد زين. حط لوجيستيك بوكس، نحط في هذا لونج انسيرتر، نحط في هذا شو يسوي؟ جير. ها شو بيحتاج؟ جير وبليت. اوكي لحظة انا اسف، حكم علي والله انا مضيع الدنيا. طبعا ما نبغى وسع. اي لحظة انا ليش سلت صندوق؟ وهذا ما نحتاج اكثر من هالكمية على اساس انه شو؟ شو محتاجين؟ والله اني قمت اضيع يا جماعة الخير، والله اني قمت اضيع. احس اللي متابعين الحين يقول شو خلينا نتابع هذا جاي بالعيد يا ريال، جاي بالعيد يا رجل. اي والله جاي بالعيد، جاي بالعيد، جاي بالعيد من ديلة بعد. زين انت يبارك لونج انسيرتر من هناك زين، وابا انسيرتر ثاني، ابا ادخله بطريقة اني ما احتاج اكسر المكان. انا بقولكم يا سحطيه في مكان ضيق ومضيق على عمري صح ولا شو رايكم؟ ان انا شو اللي بحتاجه في الواقع؟ اوكي انا بقولكم شو بحتاج. انا بحتاج هذا يشل ايرون بليت من هني. لحظة
المت عندها شيل ايرون بليت من هني و يحط لي هذا هني ويحط لي هذا هني على البلت. زين نسوي هني سبلتر طبعا واندر جراوند بلت. زين وخط طبعا من هني بالضبط كده بالضبط كده. ايوه الحين هذا هو الكلام، الحين هذا هو الكلام. بس هذا شو ينتج له؟ كير ينتج كير بس حق هذا على فكرة. ما بيحتاج وايد، ما بيحتاج وايد. الصندوق بيرجع مكانه، السيرتر بيرجع مكانه. ها على اساس منو يشله؟ ربعنا يشلونه يبن. الثاني ولا داعي، الليتات انتاج بسيط. احنا بالطريقة هاي قاعدين ننتج اللي هو اللي تتغلت تولي بعدين الشبكة اللوجستية مالنا. الشبكة اللوجستية تتنظم بهاي الطريقة، لكن يبالها شوي كونكشنز. هني ما في لوجستكس صح، بس ما اتصور احتاج اكثر من هاي حاليا. ممكن احتاج اخر شيء هناك على البحث العسكري. ممكن نسوي نظام لوجستي كامل كامل جدا يعني. شوفوا حطوا على ما هو عليه، ما يعني 100% يا ابو بكل صراحه. تعال يا صديقي تعال، انت انا ابوك في سالفه. تعال انزل هذا بدي مهني. اوكي من الوسط كم سبلتر بحطي قبل لا يهلك مسكين؟ خلنا نشيل هذا من هالمكان، نشيله هني لهني لهني. اوكي وبني بسفلتر اساس اني الف لفه يكون سيد استوى بالطريقة هاي. بعد ممكن نحط عليه سبلتر يعني اذا اخر شوي اجيب السبلتر، حتى ممكن الف السبلتر شوي شي وايبه من هنا على طول بدون تاج. خلاص شوفوا حتى ما تكلموا يعني ثم اكلها بدت انتاج. وهذا احلى شيء لان ليش تاج هني عقف المين لاين، مونتاج هني كل فيه تبن. وش هذا؟ اوكي يستوي الحمد لله. زين وهذا بعد عقف الخط هذا، وهذا طبعا كالعادة خط الفحم، نحن ما كلينا اكل يعني. خليه يصير فحم، خليه يصير بس بكل بساطة بهالطريقة نحن نكون خلصنا لينين. هذا كيف يعني بكل بساطة هل نحن سويناه كيفية تنظيم ترى على فكرة أكثر من أنه بناء ولا غيره. لكن الحين ممكن نتمدد تمديد كامل وتشوف كيف النظام اللوجستي يشتغل. كونستراكشن بوتس بيتمشون بعدين بيردون على فكرة يعني. مثلا إذا أنا جيت هني شيء رشيته صح، شو بيسوون؟ بيروحون يبون مواد تصليح من المكان الأولي اللي كنا نحن حاطين فيه تصليح. وين حاطين التصليح؟ نحن تحت على اليمين هني. شوفوا هذا عنده 700 تصليح، بيسيرون هناك وبيجون هني بيصلحون هذا. كان ما عندي أي ريبير كت، لحظة حط ريبير كت هنا. ليش ما يصلحونه؟ مفروض يصلحونه. لوجيستيك هذا كونستراكشن شخبارهم. نحن نستعمل كله كونستراكشن على فكرة حاليا مش لوجيستيك. شو عندي ناقص هني؟ شو المشكلة؟ بتاري ما
اوكي انتاج البتاري اضعف من انه احنا نسويه شيء قوي يعني، بس يكفي اتصور يعني، يكفي اتصور يكفي. كم روبوت بنحتاج؟ هناك حدود يعني، ممكن ازيد انتاج البطاريات بس احس ما له داعي، الامور كلها ماشية يعني. ممكن حتى هذا شغل شوفوا كم عنده، خليه يساعدهم شوي. الكمية اللي كان يخزنها قبل ما نستعملها الحين يمكن نستعملها، بس هذا كله تقوية انتاج يعني. ترى على فكرة النظام اللوجستي بيكون شيء جميل. هني في اثنين، واحد حق الكونستراكشن، اوه ما اكثرهم الكونستراكشن، ايش ما يحركوا مكان ثاني. اكثرهم والله. هو في امور ثانية انا بعرف كم بالضبط، هني في 300 وشي construction area. زين اذا بجيب هذا وبحطيه هني، طبعا لو دك شفت كليك وين بيصير يجيب لك هذا؟ وين؟ يمكن في مشكلة في التوصيل، ما اظن في مشكلة في التوصيلات، صعب كلهم في المنطقة اللوجستية. ها هذا صديقي صار رياب واحد، شو شايل هذا؟ شو شايل؟ اوكي بنا بيرجع يدخل هني ولا وين؟ هي والله رجع يدخل هني. اوكي نحن بنينا صوب اليمين، يمكن اذا بنينا مكان ثاني يتحركون اماكن ثانية. ها في لوجيستكس هني، في شو اسمه هني، لوجيستكس كل مكان موجودين والله، لانهم يتحركون مش نفس الكونستراكشن. بس هني تو كانوا يبنون، هني يبنون مكان كامل ترى على فكرة. انا ما اشوف انه محتاج برونز اكثر من اصلا، ما قاعد استعملها البرونز اصلا في اي شيء، يمكن استعمله في امور ثانية بعدين ما اعرف. لكن هذا انتاجه قريبا راح يوقف ترى على فكرة حق الريسيرش. هذا كيف نسوي نحن الشبكة اللوجستية؟ عن طريق الروبوبورت، عن طريق انتاج الروبوتات. بس خليني ابني لكم شيء، مثلا ايش يستعمل الغاز هنا على اساس نستهلك الغاز هذا؟ نبى شيء يستهلك الغاز. لحظة اذا ايكم هني واسوي ميليتري، شيء يبالي الميليتري. اوكي الميليتري يبالي وايد صراحة، بس ما يبالي غاز بعد، يبالي غاز. يكون في سلاح جرينيد وهايل. اوكي ما يبالي بلاستيك، هذا يبالي بلاستيك من صوب الثاني البنفسجي. كيف يبالي بلاستيك؟ وين بلاستيك اللي هنا؟ هذا يبالي شو؟ توتر رو 10 بلاستيك. مكان فل، مكان يباله ريسيرش بالبنفسجي. اوكي خلنا نحرك الخطة شوي، مكان فل جاهز حق ريسيرش. بس شيء هي صح، نحن بيكون عندنا هذا جديد، بنستهلك هذا المكان كامل. فبنسوي في الحلقة الجاية ان شاء الله بنستهلك هالمكان وبرويكم اكثر. خلاص بيكون الاستعمال الاكبر لمنو؟ لصديقنا
فلتر زين، يمكن كونستراكشن هاي يوني شلونه بقى. مفروض يجونه مكانه ما ايوه هذي لهم ترى يقدرون يشلون الشيار وهالامور خلاص بلا قنابل بلا خسائر على فكرة. هذا هو النظام اللوجستي، تشوفكم في الخير، اذا عندكم اسئلة شيء خلوها تحت ويمكن تحصلون الجواب ان شاء الله في الحلقة الجاية. نشوفكم على خير في حلقات جديدة.